اي روح هذا؟ هل هذا الروح القدس الذي يؤيد محمد واتباعه ومرتزقته الى هذا اليوم؟ اي روح هذا الا روح ابليس القاتل السارق الذابح الذي لم ياتي الا ليهلك ويسرق؟ عشان كده انا بخاطب عقل وقلوب الاخوات المسلمين اللي عندهم عقل ربنا ادهولهم وميزهم به عن سائر المخلوقات. لا تجعل عقلك في جمجمه فقط فوق راسك فوق جسمك وانت هنا، لكن اعمل عقلك فكر كويس قوي، هل ممكن تكون هذه الكلمات كلمات ربانيه؟ هل يتفق هذا التعليم بتاع محمد واله محمد مع تعليم ووصايا الله لموسى وايضا لاعطاها المسيح للتلاميذ والتي كتبها وايدها الروح القدس بتاعنا مش بتاع محمد للناس المؤمنين؟ اتمنى المسلم يفكر كويس قوي. شكرا اخ محب. معايا مكالمه الاخ اليكس. مساء الخير. يس اهلا. كيف صح؟ الحمد لله تفضل. ماشي الحال الحمد لله. كيفك انت؟ انا هيك حابب اعرف انتوا المعلومات هذه كيف جايبينها من عن الرسول عليه الصلاه والسلام؟ والاخ اللي قاعد عندك عم يتكلم يعني كلام كثير يعني ليش مش منطقي يعني حرام. مين فيهم؟ الدكتور ولا الاخ محب؟ هذا الاخ محب اللي عم بيتكلم هذا كثير ايه اللي مش منطقي بقى؟ الدين اللي مش منطقي. منطقي وكلام حقير جدا هذا اللي عم بيتكلمه. ورجيني عليه يعني حبيبي حبيبي اذا هو حيكون في مصر هل هو حيتكلم نفس الكلام؟ حبيبي قلبي في مصر فيك تتكلم نفس الكلام هذا؟ هي حكايه كلام يعني ولا حكايه كلام بذيء؟ هي حكايه كلام يا اخ اليكس. الرسول عليه الصلاه والسلام لانه هذا رسول الأمة ورسول العالم كله وانت عيب عليك تتكلم هذا الكلام. طيب خلصت اللي عندك؟ خلصت شكرا. طيب خليني اقول لك بقى الكلام. شوف انت انسان محترم، انت انسان محترم جدا. ليه؟ لانك لا تقبل ان يكون نبي له هذه الصفات. وحضرتك بتفتكر ان انا اللي مؤلف القران ده؟ هل انا اللي مؤلف المجادله؟ مش انا اللي مؤلفها يابا، ده اللي مؤلفها اللوح المحفوظ. وانا لما اقرا لك اللوح المحفوظ ابقى انا بتكلم كلام مش كويس على الرسول ده اللي انا كنت عايز افهمه. ايه الكلام اللي انا لما اقرا لك تفسير التفاسير اللي بقراها ليه 10 ساعات عمال اقراه في التفاسير؟ انا اللي كاتب التفاسير دي يابا مش انا يابا. عشان كده انا بقولها وهقولها في الشارع، هقولها في التلفزيون، هقولها من ورا انترنت، هقولها وهفضل اقولها لغايه لما يمنعوني من الاولان. ليه؟ لانك انت انسان محترم رافض هذه الافكار. فإذا كنت رفضت هذه الأفكار وبتدعي أن أنا بأهين محمد، هذا هو محمد، هذا هو محمد. عشان كده لازم تفكر كويس أو استخدم عقلك. لو أنت رافض هذا الكلام لازم ترفض محمد. طيب في تاني قاري بقى في اللاويين 19-11 لا تسرقوا ولا تكذبوا ولا تغدروا ولا تغدروا أحدكم بصاحبه. كيف نطبق هذا اولا على المعتقد المسيحي، ثانيا على المعتقد الاسلامي؟ طبعا لان انا سمعت دلوقتي في غدر كتير. غدر كتير قوي قوي. طيب تفضل. يعني في الناحيه الاسلاميه طبعا في الناحيه المسيحيه تحب قريبك كنفسك، مش ممكن تغدر بيه باخوك. بس ده كلام الرب لشعبه، لا تسرق ولا تكذب ولا تغدروا احدكم بصاحبه، والا مفيش محبه خلاص. يعني اذا واحد بيغدر بعدوه ما فيش محبة. المسيحية بتقول أحبوا أعداءكم، مش بس تحب قريبك كنفسك. فواحد ما يغدرش بإنسان، الواحد يحب الإنسان. الإنسان ده مختلف معاه في الدين، مختلف معاه في الأسرة، في الجنس، قريبه عدوه. المسيحية بتؤمن بالمحبة، أحبوا أعداءكم. فما فيش المحبة ما بتتفقش مع الغدر. الغدر ما فيهوش محبة، في كراهية. المسلمين يا أحبائي، الأمر الغريب في هذا الأمر وفي موضوع أيضا تحب قريبك كنفسك، إن كانوا بيغدروا الغدر مستمر. حتى تلاميذ محمد أصحاب محمد كانوا بيغدروا ببعض. يعني في غدر بين يعني تحب قريبك كنفسك، ده ما كانش بيحبوا يعني ما بيقول حبوا أعدائكم، بس أنتوا حبوا حتى إخواتكم. الصحابة اختلفوا مع بعض وكانوا بيهددوا بعض بالقتل في سقيفة بني ساعدة. عمر عايز يقتل سعد بن عبادة زعيم الأنصار، عمر زعيم المهاجرين. وبعد كده قتلوا بعض فعلا، مش بس غدر ده قتل. يعني حاجة التاريخ الإسلام تاريخ أحمر، الدم مليان فيه. يعني كانوا بيغدروا ببعض.
حاجة مش معقولة إن عائشة تقود طلحة والزبير وعايزة تقتل علي بن أبي طالب، أكتر واحدة مفضلة عند محمد. فضل عائشة على باقي النساء كفضل اللحم على باقي الطعام. عايزة تقتل علي بن أبي طالب ابن عم الرسول اللي تربى في بيته، لأن أبوه أبو طالب كان فقير أخده ورباه في بيته، واللي قال من كنت مولاه فعلي مولاه، يا رب عادي من عداه ووالي من ولاه. تقوم هي عائشة عايزة تقتله. الشيعة معاهم حق يا أسيس جوزيف، الشيعة معاهم حق. على مفهوم الإسلام عائشة ديت يعني عايز تقتل علي. طيب وحفصة كانت رايحة تقتل علي، منعها عبد الله بن عمر أخوها، قال لها لا ما تطلعيش مع عائشة، معركة الجمل. أنا هقرأ عليكم قراءة برضو من أرمية، وهديكم فرصة علشان تطبقوها مسيحيا وإسلاميا بعد كده. اسمعوا بقى أرمية 7:9 بيقول إيه: أتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون كذبا وتبخرون للبعل وتسرون وراء آلهة أخرى لم تعرفوها؟ عدد 10. ثم تأتون وتقفون أمامي في هذا البيت الذي دعي باسمي عليه، وتقولون قد أنقذنا حتى تعملوا كل هذه الرجاسات. هل صار هذا البيت الذي دعي باسمي عليه مغارة لصوص في أعينكم؟ هأنذا أيضا قد رأيت، يقول الرب. والآية بتكمل بعد كده: لذلك هأنذا على الأنبياء يقول الرب الذين يسرقون كلمتي بعضهم من بعض. يسرقون كلمتي، يعني هأنذا على الأنبياء يقول الرب الذين يأخذون لسانهم ويقولون قال. هأنذا على الذين يتنبؤون بأحلام كاذبة، يقول الرب الذي يقصونها ويضلون شعبي بأكاذيبهم ومفاخر ومفخراتهم، وأنا لم أرسلهم ولا أمرتهم فلم يفيدوا هذا الشعب فائدة، يقول الرب. أعزائي المشاهدين، وقفة قصيرة وبعدها نرجع إليكم. أنتم تشاهدون قناة الآرامية. بإمكانك عزيزي المشاهد إرسال دعمك للفضائية الآرامية على العنوان البريدي التالي: ABN PO Box 724 World Lake Michigan 48390، أو من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني على الإنترنت www.abnsat.com. كما يمكنك عزيزي المشاهد مراسلتنا على البريد الإلكتروني abn@abnsat.com، أو من خلال الاتصال المباشر على الرقم 248-416-1300. شكرا لدعمك ولمحبتك، والرب يباركك. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم ومساء الخير لجميعكم واللي ابتدوا يلاحظونا على البرنامج دلوقتي.